احلى مساء على متابعي مدنز الغاليين، وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد من فيديوهات الهاردوير على القناه. وزي ما انتم شايفين الدنيا سخنه والفيديوهات ورا بعضها، فياريت الاقي منكم الدعم القوي. يلا بينا خلونا نشوف النهارده معانا ايه. معايا ومعاكم اورسا نانو برو من لوست فيب. خلونا نروح نشوف محتويات العلبه ونتفرج عليها ونرجع ندردش عليها مع بعض ونشوف عيوبها ومميزاتها وادائها. يلا بينا يلا بينا. بين ايدينا علبة الاورسا نانو برو من لوست فيب. خلونا نتفرج على العلبة ونشوف محتوياتها مع بعض ونستعرضهم حاجة حاجة. اول حاجة فوق هتلاقي اللوجو بتاع لوست فيب، بعد كده هتلاقي البود بتاعتك باللون بتاعها اللي موجود جوه العلبة، على الجنب هتلاقي اورسا نانو برو، وعلى الجنب التاني هتلاقي بعض المميزات بتاعت البود اللي احنا كده كده هنستعرضها مع بعض دلوقتي. ظهر العلبة في فوق كده زي سلوجن اورسا نانو برو Go Extreme There is no turning back. عجبني السلوجن ده. وبعد كده هتلاقي محتويات العلبة اللي احنا هنشوفها مع بعض، وتحت عندك هنا اللون الخاص بالجهاز بتاعك واللون اللي معانا اسمه شاكورا جي، وعندنا هنا السكراتش كود عشان تتأكد ان البود بتاعتك اوثنتيك من لوست فيب مش كلون. تعالوا بقى نفتح العلبة ونشوف محتوياتها. اول حاجة هتلاقي عندك الكتيبات اللي هو اليوزر مانيوال والوارنتي كارد، وهنا زي تنبيه كده انك انت لما تعمل بري ويك للكويل او تعمل على كويل جديد انك تسيبه بعض من الوقت عشان يكون اتشرب القطن بتاعه كويس. هتلاقي عندك تشارجنج كيبل طبعا تايب سي. هتلاقي عندك العلاقه بتاعت لوست فيب والاورنج بتاعها عشان تعلق منها البود بتاعك، وهتلاقي كارتريج تاني محطوط جوه العلبه، بس ده يختلف عن الكارتريج الانستولد جوه الجهاز اول ما فتحناه، وهقول لكم الفروقات ما بينهم دلوقتي. عندك كارتريج من ده اللي هو هتلاقي ما فيهوش كويل، وبتقدر تستخدم له الكويلز دي اللي جايه معاه. فهنا دي كارتريج بكويلات تقدر تريبليسمنت الكويلز، والتانية اللي جايه معاه انستولد هنشوفها دلوقتي هي اللي بتكون جايه كلوزد سيستم، جواها الكويل بتاعها جاهزه، هي بس بتملاها وتحطها على طول، ويبقى عندك كارتريج بكويل والتاني كارتريج بالكويل بتاعه جاهز. دي كده كانت كل حاجة جوه العلبة، ما بقاش عندنا غير الجهاز. وخلونا قبل ما نفصصه ونتفرج على التفاصيل بتاعته وجمالياته وشكله والوانه والديزاين الرائع بتاعه. طبعا معمول من الميتل، فطبعا احساسه قيم جدا في الايد وفي منتهى الشياكة. خلونا نبدأ بالبود بتاعه او بالكارتريج بتاعه. ده الكارتريج بتاعها، وبيجي بمقاومة 0.6، والكويل اللي معانا التاني بيجي بمقاومة 0.8، طبعا ده للفري بيز والتاني للسولت نيكوتين. وادي الكويل هنا انستولد جوه، ما تقدرش تفكه ولا تطلعه من مكانه. طبعا عشان تملى بتفتح من الجلدة اللي هنا دي كده، وتملى الليكود بتاعك من الفتحة اللي هنا، وبعد كده تقفل وتتأكد ان هي اتقفلت كويس جدا عشان ما يحصلش معاك اي ليكج ويدخل على الكونكترز والمجناتيك بتاعها ويعمل لك مشكلة في الجهاز. مجناتك قوي جدا بيمسك بقوة، مفيش اي وجلينج ولا في اي هزهزة، يعني ما هتحطها ناحية شفايفك مش هتحس باي حركة ولا ان هي هتحسها جزء واحد من الجهاز. ننزل بعد كده عندنا الشاشة. الشاشة صغنونة وجميلة جدا، بتوضح لك كل اللي انت محتاجه. عندنا هنا الزرار بتاع الفاير باتن، وعندنا في الجنب هنا الاير فلو سيستم بتاعها في منتهى الجمال. وعايز اقول لك ان الاير فلو ده مع كل حركة فيه انت هتحس بالفرق بتاع الاير فلو، زي ما انت شايف هنا بقى ضيق جدا، لو رفعتها للنص كده هتحس ان هو فتح اكتر، لو فتحتها للاخر هتبقى ريستريكتد داير. وعندك هنا فتحه للاير فلو برضو، شكلها باين جدا ان ادائها ام تي ال، بس عايز اقول لك ان هي بتجمع ما بين الادائين، اداء الداير ريستريكتد وما بين الام تي ال. هنشوف ده واحنا بنتفرج على ادائها. تحت هنا مكتوب عندك اورسا نانو برو، وتحت هنا عندك اللوجو بتاع اورسا، وبيعمل زي LED كده RGB باللون بتاع الجهاز. وتحت هنا هتلاقي عندك الـ USB Charging Cable بتاعك عشان تشحنها. طبعا بطارية الجهاز بتيجي 900 ملي أمبير. خلونا دلوقتي نشوف الشاشة والبيانات اللي بتعرضها وازاي نشغلها وازاي بنسوقها. عندك الزرار ده بتدوس عليه 5 مرات، 1 2 3 4 5، هتلاقيها قالت لك اهي فيرجن بتاعها وفتحت على طول معاك. بتوري لك الوات بتاعك، وبتوري لك ان انت اذا كنت عامل لوك للكي ولا لا. وعندك
البطارية وعندك باف كاونتر وعندك المقاومة بتاعت الكويل اللي راكب على الكارتريج. طيب لو دوسنا 3 دوسات على زرار الفاير 1 2 3 هتلاقيها بتبلينك معاك كده عشان تقدر تغير الوات بتاعك، وهي الماكسيمم بتاعها على 0.6 هتوصلك لل 25 وهتقول لك ماكسيمم باور. عايز تسيبه على ال 25 هتصبر عليها لحد ما تبلينك الخمس بلينكات دول، وبعد كده هتثبت معاك على المقاومه. طيب لو دوسنا هي بتقول لك ان الزرار لوكد دلوقتي، لو عايز تفتح اللوك عشان تستعملها بالزرار، لان انت تقدر تستعملها يا اما بالفاير باتن او بسنسور السحب انك تسحب على طول، هنشوف ده لما نطلع نجربها مع بعض. هتدوس على ده 4 دوسات عشان تفك اللوك، 1 2 3 4 اهو عمل انلوك خلاص كده. هنقدر ندوس هنا اهو انت سامع اشتغلت هنا بالفاير. عايز بقى تقفلها خالص هتقفل بالخمس دوسات بتوعها، 1 2 3 4 5 هتلاقيها قالت لك جود باي وسي يو ومع السلامه يا بي. طيب الباف كاونتر ازاي بيتعمل له ريسيت؟ انك انت تقفلها وتفتحها بريست معاك الباف كاونتر، مفيش ان انت تعمل لها اوبشن من جوه تريسيت بيها الباف كاونتر. تعالوا بقى نملى الكارتج ده ونملى الكارتريج الثاني ونطلع نجربهم مع بعض ونشوف الاداء. طبعا هي كده كل حاجه انت عرفتها عنها. على الظهر هنا برضو هتلاقي مكتوب لوست فيب، وبجد شياكه جدا في الفينيشنج بتاعها، في الملمس بتاعها، في الاحساس بتاعها. الجهاز رائع وقيم جدا 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 وفي منتهى الشياكه. تعالوا بقى نركب التاني ونشوف الكويل والكارتريج ونملاهم ليكويد ونطلع ندردش عليهم سوا. يلا بينا. ده شكل الكويل اهو بعد ما فتحته من الكيس بتاعه. طبعا مكتوب عليه 0.8 ويستخدم من 12 واط لحد 17 واط فقط. وطبعا زي ما انت شايف ادي المكان بتاعه هنا في الكارتريج التاني، فهنا انت بتدخل الكويل بتاعك وتزقه كويس جدا عشان تتاكد ان هو دخل والاورنجات عشقت في بعضها مظبوط عشان ما يحصلش معاك اي مشكله. كده ركب اهو الكويل وبقى في مكانه مظبوط. وعندنا هنا ده 0.8 هنملاه دلوقتي لك ونملى التاني برضو نزوده ليكويد ونجرب الفروقات ما بين النفس هنا والنفس في التاني. في الكارتريج 0.8 انا هستعمل السولت نيكوتين بتاع بيلفيك اللوي مانجو، خلونا نجربه 20 ملي جرام 10 ملي ليكويد. عشان نملى هنرفع الجلد زي ما قلنا وهنبدأ نملى في الفتحه بتاعتنا. الفتحه طبعا واسعه جدا زي ما انت شايف، هي الازازه بتروح وتيجي فيها، فخلينا نملاها ب 2.5 مللي ليكويد بتاخد. وهنسيب الكارتريج ده شويه على جنب وهجيب الكارتريج الثاني اللي هو بلتن كويل اللي هو ما بتقدرش تغير فيه الكويل، برضو هنملاها بالفري بيز. ادي فتحته من هنا وهستعمل فيه الكينج من اصدارات التشيك ميت برضو من نفس الفتحه، وهنعبي ال 2.5 مللي بتوعنا وهنقفل كويس. دول كده الاثنين كارتج جنب بعض، الاثنين يبانوا ايدنتيكال جدا وشبه بعض جدا طبعا، بس الفروقات هتلاقوها من تحت في ان ده الكويل بتاعه انتجريتد او ان هو بلتن او ان هو بيجي راكب جواه كلوزد سيستم ما بيتشالش الكويل. هنا عندك الكويل متغير تقدر تغير الكويل، ودي حاجه حلوه جدا من لوست فيب انها تعملها، حركه لذيذه. خلونا بقى كده نطلع نجرب على بود ونشوف اداؤه هنا وهنا عامل ايه ونشوف عيوبه ومميزاته. يلا بينا. قبل ما نطلع برضو حبيت احط الكارتريج اللي فيه الكويل 0.8 وادتني الماكسيمم باور بتاعها على 17 واط. يعني لو جينا هنا عملنا كده عشان نغير، لو حبينا ان احنا نغير ونزود هيجي من عند الخمسة ويجي لحد 17 ويقول لك ماكسيمم باور. دي حركة كويسة عشان ما تحرقش الكويل بتاعك اللي جوه او تديله باور اعلى من يقدر يستحمل. يلا بينا نطلع بقى نشوف ادائها ونشوف عيوبها ومميزاتها. ايه رايكم؟ بجد في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكه وحاجه حلوه جدا من لوست فيب. وعايز اقول لكم ان دي مش جديده على لوست فيب، لوست فيب من الشركات القديمه اللي بتتحفنا دايما باجهزتها وبالخامات وبالكواليتي اللي بتقدمها لليوزرز بتاعتها. واللي معانا النهارده واحده من عائله القرصه، زي ما شفنا في قرصه بيبي، في قرصه ميني، في قرصه نانو. احنا النهارده مع بعض بنتفرج على القرصه نانو برو، والجهاز ده مقدم للقناة ولصالح الريفيو ده من شركة نيبو. شركة نيبو هي شركة أردنية وهي صاحبة التوكيل الخاص بلوست فيب وبعض الشركات المشهورة واللي ليها أسماء في عالم الفيب في الأردن. بشكرهم جدا على وجودهم معنا في الإيفنت اللي فات بتاع دي في ام، وإن هم قابلوني وادوني الجهاز عشان نستعرضه مع بعض ونتفرج عليه.
طيب تعالوا بقى ندردش على الجهاز شوية. الجهاز طبعا بيجي ببطارية 900 ملي امبير مع مدخل تايب سي عشان تشحن وتضمن ان انت بتشحن بسرعة. وعايز اقولك ان انت تقدر تستخدم الجهاز وهو بيشحن ما عندكش اي مشكلة، تستخدم الفاير باتن او تستخدم السنسور السحب، الاتنين شغالين وانت بتشحن، فدي حاجة كويسة جدا ان انت مش هتعطل لما الجهاز يقطع منك شحن، ده لو قطع وافترضنا ان انت استخدامك ليه كتير على مدار اليوم. لكن هو كجهاز وكبطارية اداؤه في منتهى الجمال وبطاريته يعتمد عليها. زي ما شفتوا الشاشة بتاعته واضحة جدا، فيها كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن اداء الجهاز بتاعك دلوقتي، ان كان الباف كاونتر اللي موجود عشان تحكم بيه عدد البافات بتاعتك، ان كان البطارية والليفل بتاعها واصل لغاية فين، كل ده في منتهى الجمال. زائد ان انت عندك اللايت ليد اللي موجودة تحت اللي شكلها شيك جدا. هي عن نفسي انا مش بحب قوي الحاجات اللي بتنور في المدات، بس هي شكلها مش وحش وظريفة زي ما انت شايف كده. كل ما هتدوس على الفاير باتن هتلاقي قرصة بتنور معاك باللون الموف كده زي الوان الار جي بي. كل جهاز هتلاقي الار جي بي بتاعه بينور لون مختلف. الاير فلو بتاعها انا عايز اتكلم عليه. انا دلوقتي مركب الكارتج اللي هو ال 0.6 اللي انتوا شفتوه، اللي هو بلتن كويل، يعني مش اللي احنا مركبين الكويل بتاعه، لا اللي بيجي الكويل بتاعه جواه. لما بقفل الاير فلو على الاخر خالص واسحب، السحبه تايت وحلوه ومحسوبه وموزونه وجميله جدا لعشاق الام تي ال. لو جيت حطيتها على النص بقت اوسع حاجه بسيطه عن ما كانت وهي مقفوله خالص، ولو فتحتها خالص الدروب تبقى واسعه ومش ضيقه. للناس اللي بتحب الام تي ال والنفس المخنوق مش هتحبها وهي مفتوحه على الاخر. الناس اللي بتحب اللي هو بيقولوا عليه ايه ريستريكتد دايركت، اللي هو الدايركت المخنوق سنه، هتعجبك جدا 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 وهي مفتوحه على الاخر. طبعا زائد ان الفليفر اللي خارج من الكارترج في منتهى الجمال، طبعا ليكويد الكينج اللي انا حاطه فيه لان ده 0.6 فانا بستعمل عليه فري بيز. عايز اقول لك طبعا ليكويد طبخي فانا حافظه كويس جدا وحافظ ليراته، فالكارترج مادي كويس جدا جدا جدا. فرق ما بين ان انت تسحب من السنسور وان انت تدوس على الفاير باتن، في الفاير باتن الهتايه بتحسها اقوى شويه، مع سحبة السنسور مفيش الهتاية القوية. بتبقى حلوة جدا وموزونة وجميلة، بس مع الفاير باتن لو انت بتحب الورم فيب اكتر فهيعجبك الفاير باتن اكتر من لو انت بتستعمل سنسور السحب. لو انت ما بتحبش الهتاية او الورم فيب قوي ده وبتحبه يكون بارد شوية، اسحب من السنسور هتبقى مبسوط جدا. تعالوا بقى نحط الكارترج تاني ونشوف اداؤه ونشوف دنيته عامله ايه. طبعا احنا حطينا فيه سولت 20 زي ما شفتوا من بلفيك، وعلى فكره شركه نيبو هي كمان الوكيل لليكويد بلفيك في الاردن. تعالوا بقى ناخد باف كده ونجرب. طبعا الاير فلو كان مفتوح على الاخر من لما كنا بنجرب التاني، فطبعا السحبه بتاعته اوسع شويه من السحبه بتاعت الكارترج التاني، وهو مفتوح على الاخر ما بقاش ريستريكتد دايركت، لا ممكن يتسحب دايركت على فكره. طبعا دي سحبه دايركت على صوت، طبعا غلط ان انا اعملها يعني، بس عشان اجرب لكم الدنيا بتاعتها عامله ازاي. فلا الفتحه وهي مفتوحه على الاخر اوسع في النفس من الكارترج الجاي راكب جوه الكويل كلوزد مع بعضه. طيب لو نزلنا على النص كده مثلا، في النص بقى عامل زي وهو مفتوح هناك على الاخر، بقى ريستريكتد دايركت، ما بقاش ام تي ال ولا بقى واسع قوي، بقى ريستريكتد دايركت. طب لو قفلناه خالص النفس بيبقى اضيق في ال 0.6 عن ال 0.8، مش عارف ازاي يعني. الكويل هنا الاير فلو بتاعه السيستم بتاعه الهواء اللي داخله اكبر من الهواء اللي داخل في الكلوز سيستم، وده اكيد يعني لان هنا فتحات الكويل شغاله من الجوانب ومن حوالين، هنا انت الاير فلو بتاعك شغال هو من الجنب الصغنن النقطه اللي انت كتبتها معايا في الانبوكسنج. فاستنتاجي ان هو ده السبب، ان الكويل تحت هتلاقي فيه مكان لدخول الهواء، فده اللي بيخلي الاير فلو اوسع شويه في التعامل مع الكويل الكويل اللي انت بتركبه عن الكويل اللي هو جاي راكب اوريدي في الكارترج. بس مما لا شك فيه ان الاثنين فليفر في منتهى الجمال، هنا او هنا الاثنين كارترج مطلعين فليفر رائع، ان كان الكويل الجاهز اللي انت بتركبه او الكويل الانتجريتد اللي جاي جوه الكارترج، الاثنين ادائهم في منتهى الجمال
كفليفر. طيب كعيوب ومميزات، انا شايف ان كمميزات هي كلها مميزات، حجمها حلو جدا، ادائها سهل جدا، استخدامها حلو جدا، حته ان انت يبقى عندك اوبشن انك تركب كويلات لو اتزنقت وما لقيتش كارتريج ليها دي حلوه، اوبشن ان انت تستعمل الكارتريج لو ما لقيتش كويلات دي برضو حاجه في منتهى الجمال، ان فيها شاشه سهوله استخدامها، كل الاوبشنز اللي فيها اير فلو انت بتحس بكل درجه فيه، كل ده بالتفاصيل بالماتيريال بالنعومه بكل حاجه فيها، انا شايفها جهاز في منتهى الجمال. يعني سعر مقابل قيمه انا مش عارف سعرها هيكون كام، بس هي بجد هتبقى من الحاجات المنافسه جدا الفتره الجايه، لان هي تستاهل المنافسه وجهاز قوي جدا جدا. طيب ايه بقى العيوب اللي انا شفتها؟ العيوب اللي انا شفتها ان الزرار بتاع الفاير باتن مثلا ارتفاعه عالي شويه عن البادي بتاعها، فانت لو حطيتها في جيبك من غير ما تقفلها وارد جدا ان الجينز بتاعك او الشنطه لو فيها حاجه وزنقت عليها هتشتغل وهتحرق الكويل، فلازم تتاكد ان انت عامل لوك للفاير باتن او قافل الجهاز تماما. الاير فلو برضو عندك البسبوس بتاعه عالي سنه شويه عن البادي بتاعها، فبرضو وارد ان هي تتحرك بسهوله لو انت بتدخلها من حته لحته، فهتغير معاك الذوق اللي انت ظابطه عليها او مزاجك اللي انت ظابطه عليها، فخلي بالك من الاير فلو وانت بتستعملها، دايما بص عليه ان هو مظبوط على المكان اللي انت ظابطه عليها. غير كده مفيش اي حاجه تانية انا شفتها. بالنسبه للليكج بتاع الكارتريج مفيش اي ليكج، وادي اهو الكويل برده مفيش اي حاجه، بس انا بالنسبه لي شايف ان ممكن الكارتريج اللي بيركب له كويل مع سخونيه الكويل والاورنجات، فالاورنجات مع عمر الكويل لما حد ينساه او يطول معاه شويه الاورنجات دي تبدا تقل حجمها ويبدا يحصل تسريب من الكويل على الاجزاء الداخليه، ده تخوف مني مش اكتر، هو ما حصلش لغايه دلوقتي، بس لو حصل هطلع اقول لكم في ريل او في ستوري او في اي حاجه هوصل لكم بيها المعلومه. لكن بالنسبه للكلوز سيستم او الكارتج المقفول ما اعتقدش ان هو هيحصل فيه حاجه زي كده، وده اللي كنت بستخدمه اكتر، وهو من ساعه ما استخدمته لحد النهارده كل فتره كده بطلعه اشوف ابص عليه ما الاقيش اي حاجه ولا اي تسريب، ودي حاجه كويسه جدا. بس كده هو ده كان كل حاجه عن الريفيو وعن الاورسا نانو برو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك دلوقتي وتفعل خاصيه الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان الفتره اللي جايه في ضرب نار. يلا بينا، خليني اشوفكم في فيديو جديد، والى ان نلتقي خليكم دايما فاكرين السجاير على كتكم وجي وقت صحتكم. كان معاكم في هذا الريفيو Madness. See you. Bye.